صاحبنا في الخميني اللي كفروا المغرب هو ما تمشي شهر على المسؤولية ديالته واللي كفرناه رسميا بفتوى العلماء. أقول ذلك يقينا وسترونه بأم عيوني أن دولة شيعية ستنشأ في المغرب لا في المشرق فقط. هناك اليوم رقم يقول بأن هناك حوالي 600 ألف شيعي موجودة في المغرب، أتحدث عن الشمال بالخصوص. والله المغرب، أنا دائما عندما أسأل يعني مثل هذه الأسئلة أقول المغرب أكبر منافق يعني في الدرك الأسفل من النار. هذه عمين، لأنه تقول أن الإمام هو أقرب إلى الله من الملائكة المقربين ومن الرسول وحتى النبي صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. روح الله الخميني كان تقول على الملك الحسن الثاني أنه قتال سفاك للدماء. الحسن الثاني الله يرحمه تقول على الخميني انه كافر زنديق، وكان تيقول شتي الا كان الخميني مسلم والله انا ما مسلم. العداوه والصراع ما بين اماره المؤمنين في المغرب وولايه الفقيه في ايران، صراع تقدر تقول ماشي شي حاجه اللي يمكن تخلق البلباله في شمال افريقيا وبالضبط في المملكه المغربيه. لكن خليني نصدمك ان العدو الاول المغربي لحيدنا جنرالات الجزائر اللي هو عدو ظاهر بين، فالعدو الخفي والخطر القادم جاينا من ايران ومن تحت الدفء وبلا ما تعيش. ايران اللي بيننا وبينها 7000 كيلومتر ديال الاتساع وما بيننا وبينها غير الخير والاحسان من ناحيه العلاقات الدبلوماسيه، باغا تنشر المذهب الشيعي وطامعه في المنطقه وخدامه على واحد المشروع صفوي كيهندسوا ليه اللي كيهدف لاقامه دوله شيعيه في المغرب. اذا هذا مخطط الان، مخطط الان يقوم به هؤلاء الرافضه مع الاسف في العالم كله، ويوليو المغاربه يلبسوا العمامه ويقولوا لبيك يا امام حسين ويخبطوا في صدورهم ويتعراوا في الشارع ويضربوا في رؤوسهم يصلخوا في دارهم السلام عليك يا علي يا ولي الله. أقول ذلك يقينا وسترونه بأم عيوني أن دولة شيعية ستنشأ في المغرب لا في المشرق فقط. وهذا الشيء راه بدا، أكثر من 10,000 شيعي مغربي من أتباع وزعماء الشيعة من المغاربة كاينين في طنجة، فاس، مكناس، دار بيضا، حسب رابور دارت وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الحريات الدينية في المغرب 2015. اللي ذهب إلى المغرب خاصة مدينة طنجة مليئة بالتشيع. طنجة كانوا فيها العلماء وكانوا فيها مليئة ماذا بي؟ بالتشيع. لكن الباحثين تيقولوا ان في المغرب كاين اكثر من 600 الف شيعي مغربي لان عندهم ذاك البلان ديال التقيه، وبزاف من الشيعه المغاربه ما تيقولوش انهم شيعيون. هناك اليوم رقم يقول بان هناك حوالي 600 الف شيعي موجوده في المغرب، اتحدث عن الشمال بالخصوص. هاد الشيعيون المغاربه اللي تيسميو رؤوسهم اتباع الامام حسين بن علي عليه السلام، المستبصرين تم استقطابهم وفق واحد الاستراتيجيه محكمه للتغلغل والاختراق من طرف حزب الله. غادي يكونوا هما الوكلاء ديال النظام الايراني في المغرب، سترون ذلك، وسيكون بناتها هم هؤلاء الشيعة الجدد. يكفي انك تدور البارابول وتشد قناة فضائية اسلامية بحال الكوثر بحال المنار المعارف الحجة قناة المهدي وتلقى برنامج ديني فيه شيخ عنده لحية دير عمامة وسير تينشر لك في الافكار الشيعية بلا ما تعيق. كيفيزيو على الجينيراسيون اللي جاهلة بالدين والمذاهب واللي ما كيفرقوش ما بين الشيعة والسنة، بل وليداتنا الصغار كيتم الاختراق ديالهم. انا بنت اختي الصغيرة لقيتها بوحدة كدير هكا وكتغني بايعناك يا امامي انت والينا في كربلاء يا حسين انت هادينا، بكت كعايني يا ابن الحسين. سولتها فين تعلمتي هاد الشيء؟ قالت لي في التلفازة قناة اللي كتعجبني سميتها طه للاطفال. ويلي اه اخوتي المغاربة راهم دابا خدامين دقوا السكات كيدمروا لينا في الهوية ديالنا. ما كفاهمش الناس الكبار اللي ما كيفرقوش ما بين سنة وشيعة، دازوا للدراري الصغار الجيل الصاعد. قناة طه للاطفال قناة المهدي، قناة هدهد، سمعوني مزيانة المغاربة، سيروا دابا حيدوها، مسحوها نهائيا من الساتليت، راه ولادكم في خطر، الله يخلي لكم وليداتكم والله يكبرهم في طاعته. بلاتي بلاتي بأجي وفين كاين المشكل؟ ياك المغرب بلد تعايش كيعيش فيه اليهودي مع المسلم مع المسيحي، كتعيش فيه المسلمين بجميع المذاهب بجميع الطرق الصوفية، والفصل الثالث من دستور المغرب 2011 كينص على أن الإسلام هو دين الدولة والدولة كتضمن لكل واحد ممارسة شعائر الدينية. وفين كاين المشكل إذن؟ واش المشكل هو ديني عقائدي ولا هو مشكل سياسي؟ سيداتي سادتي، حلقة اليوم Game of Thrones، صراع العروش، إمارة المؤمنين في المغرب ضد ولاية الفقيه في إيران، الحرب الباردة بين أحفاد كسرى الفرس وشرفاء المملكة المغربية الشريفة، المعركة الخفية بين الزعيم الديني الإيراني قائد الثورة الإسلامية الشيعية آية الله الخميني وأمير المؤمنين
الأمين الحسن الثاني المدافع القوي عن المذهب المالكي السني. فكيفاش بدات العداوة وعلاش بدات وشنو الخطر اللي كتشكله إيران بالنسبة للمغرب؟ واش بالصح في واحد الوقت كانت المملكة المغربية فيها إسلام شيعي؟ وعلاش كنلقاو فقط في المغرب وفي الشيعة احتفالات خاصة بعاشوراء؟ المغاربة كترون عندهم بالفرحة والشعالة وزمزم، إيران كتبلبل عندهم بالبكاء والنديب والضريب. واش بالصح المولى إدريس الأول مؤسس أول دولة إسلامية في المغرب دولة الأدارسة أصلا كان شيعي؟ والجدود ديال الملوك العلويين فهم شيعة من آل البيت علويين. واش بالصح المهدي بن تومرت مؤسس الدولة الموحدية كان شيعي وادعى أنه المهدي المنتظر؟ بمعنى أول دولة إسلامية في المغرب هي دولة شيعية بامتياز. وعلاش إيران كتدعم جبهة البوليساريو بآخر مكين في الأسلحة القتالية؟ اليوم جايب ليكم جميلة سخونة فيها شلابك معلومات، داكشي علاش كمل معايا الفيديو من الأول حتى الآخر ما تزقل والو. أعطونا لايك، اشتركوا في القناة، تابعوني على الانستغرام. فينا هو الانستغرام؟ ها هو الانستغرام. الناس اللي بغاو يشريو بحال التيشورتات زوينين غتلقاو الرابط في صندوق الوصف. على بركة الله نبداو. يناير 1978 كانوا المغاربة جالسين واكلين شاربن، أتغي سمعوا في الراديو باللي طرات ثورة من أعظم الثورات في إيران، وقع انقلاب على الملك شاه إيران محمد رضا بهلاوي. وشكون دار انقلاب؟ داروا آية الله الخميني وأطاح بالنظام الملكي وشد الحكم وغيبني جمهورية أساسها نظرية ولاية الفقيه الشيعية. ومن بعد احنا مالنا ومال إيران اش بيننا وبينها بالسلامة؟ ربما عامة الشعب ما كانش فاهم شنو كيدور في الساحة الدولية من صراعات، داكشي علاش ما تسوقش. لكن الملك الحسن الثاني كان فاهم كل شيء وعارف روح الله الخميني علاش ناوي، وقال ارا نتغدى به قبل ما يتعشى بيا. قبل الثوره كانت علاقه المغرب مع ايران كسمينا مع سيله. الحسن الثاني كان تيمشي لايران ايام حكم الامبراطور شاه، وكان كيتسركل في طهران بطوموبيلته ديكابوطابل، والشاه تيقول له ان الايرانيين تيبغيوك وتيحبوك بسبب نسبك الشريف وانتمائك لآل البيت، وكانت علاقه تعاون كبيرة في المجال ديال تبادل الخبرات العسكرية. الجنرال المدبوح والجنرال أفقير كانت عندهم مكانة خاصة في دولة الأمير شاه. المغرب حدو كان مضارب مع الجزائر والبوليساريو في حرب طاحنة. لكن مورا الثورة الإسلامية كل شيء تبدل. 11 فبراير 1979 تمت الإطاحة بالملك شاه إيران رضا بهلاوي، والخميني شد الحكم وبدا سخون وبدأ في تصدير الثورة للدول المجاورة. بانت ليه العراق في البلان، فاندلعت حرب الخليج الأولى اللي سموها العراقيين بقادسية صدام، وسموها الإيرانيين بالدفاع المقدس. شوية داز الخميني الإمارات يصدر الثورة الإسلامية ونشر التشيع في الخليج العربي. الشيخ زايد آل نهيان مسكين كانت يلاه داز 8 سنين على تأسيس دولة الإمارات العربية، باقي ما عنده لا جيش مقاد لا مخابرات تحمر الوجه لا يديك لا يخليك. وغيل حسن الثاني اللي صيفط ليه الجنرال حميد العنيقري يوريه كيفاش يقاد جهاز مخابرات إمارات على حقه وطريقه. الشيخ زايد حس بالدقة جايه من إيران اللي محتلة ليه أصلا الجزر الثلاث، عيط على الحسن الثاني قال له اعتقني من الخميني بولحية هالعار. الحسن الثاني قال له خويا انت ما ندوزكش ولا عليك، غيت وخر اللور وشوف وسكت. الملك الحسن الثاني عيط الملك شاه إيران اللي دار عليه انقلاب وقال له اجي عندي المغرب نعطيك اللجوء السياسي انت وفاميلتك ومرتك وولادك وتريكتك، جيو عندي لمراكش البهجة مرحبا بيكم. ريحوا في الطبلة وكلوا الطنجية المراكشية، وبقى كيقلقل فيه وكيدي ويجي معاه في الهضرة حتى طلع منه كاع أسرار الجيش الإيراني والتخت ديال المخابرات الإيرانية كاملة، وعرف شنو يقدر يدير المجلس الأعلى للأمن القومي ومكاتب أمناء السر في وزارة الخارجية الإيرانية، وشنو خطتهم لضرب الإمارات ونشر التشيع في البلدان الإسلامية. بهلاوي استحلى الطنجية اللي جاتو بنينة وخوا كاع الأسرار اللي عنده، وبناء على دوك المعلومات غادي يدير خطة يتعامل بها الحسن الثاني مع ايران. وكون ما الحسن الثاني كرة الخميني دار الحرس التوني في ابو ظبي ووصلات الشيعة الاطراف مصر وليبيا وتونس، وباش الحسن الثاني يغيص شغل ويعطي الخميني علاش كيدور يكتفو باش ما يدير حتى شي رياكسيون، صيفط ليه المستشار عبد الهادي بوطالب لمدينة قم في ايران. التقيت به وجدته عنده شغل الى ايران،
ايه جبته عنده شروط التقيت به في ما هي اهم الشروط اللي كانت عنده التقيت به في مدينه قم وقال لهم قال لكم سيدنا الشريف العلاوي بلا ما تفكروا ديروها ولا ردواصه ديالكم عندنا في الرباط راه الشاه بهلاوي كان عندنا وعاود لينا الخبايا ديالكم من طق طق تال السلام عليكم اللي كاينه واللي ما كايناش فالله يرحم بها الوالدين لما خليوا الامارات عليكم في التقار حبسوا تصدير الثوره الايرانيه للدول اللي قايلاكم وتحنا ما تخافوش اسراركم حد الرباط ما غتوصلش الميريكان الخميني ما تسوقش وقال بينو بين راسه كون كنا نخافوا من الدجاج قاع ما نريشوه وضد في الملك الحسن الثاني مش اعترف بجمهورية البوليساريو سنة 1980 ودعمها بالسلاح والمخير في خيلك ركبه صافي الحسن الثاني قرر يقطع العلاقات الدبلوماسية رسميا ما بين الرباط وطهران تخيل ان آليبوك في واحد الزمان المملكة المغربية الشريفة والامبراطورية العثمانية ومملكة ايران الصفوية الفارسية كانوا اكبر ممالك المسلمين في الخريطة كلمة المسلمين كانت كتسمع من هاد البلدان الثلاثة دابا بزاف كيسمعوا ايران كتجيهم في بالهم واحد دولة اسلامية متخلفة محسوبة على العالم الثالث كاينة في الشرق الاوسط وبلاتي نصدمك شي شويش واش في خبارك ايران في اقل من 40 عام طورات صناعة الاسلحة والصناعات الدفاعية والجوية كتصنع سلاح ديالها الراسة وما كتدصر حد كتشري فقط 10% من الشينوا وبيلاروسيا وروسيا في الدفاع الجوي كنهضروا على درونات هجومية محلية صنع مهاجر صاعقة وشاهد وطائرة أبابيل وطائرة ملحمة والطائرات المقاتلة أزراكش وشفق في الدفاع الجوي غلقوا غواصات عاشوراء وغدير وطارق مدمرات جماران 2 اللي فيها مدافع الفجر وفتح وصواريخ نور المضادة للسفن وصواريخ محراب للدفاع الجوي ومدمرة دانا والمدمرة الحربية سهند ونظام الدفاع الجوي ميثاق وقيام وطرادات سينا في القوات البرية عندهم 15,000 دبابة كرار ودول فقار وصفير ومدرعات براق وصياد ومدفعيات رعد كاسحات الألغام شاهين وصواريخ كوتر وقادر وطورات أنظمة صواريخ نازعات وزلزال وفاتح زيد الطروبيدات البحرية والقنابل والصواريخ الباليستية كل شيء هاد شيء ميدن إيران تصنع في إيران شركات ومنظمات إيران وبيدين الإيرانيين زيد أنها كتطور برنامجها النووي والله أعلم يمكن كتمتلك أسلحة دمار شامل ومستعدة لأي هجوم اللي جا بسم الله إيران هي أكبر دولة مساحة في الشرق الأوسط من بعد السعودية إيران قوة إقليمية إيران دولة نفطية وعضو في منظمة أوبك أعلى سلطة في الدولة هو المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الولي الفقيه علي خامنئي الإسلام هو دين الدولة الرسمي الفارسية هي اللغة الرسمية ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم ثالث أكبر احتياطات النفط المؤكدة في العالم من بعد ما عرفنا دابا فين وصلت إيران في القوة العسكرية عاجي رجعوا دابا العلاقة المغرب مع إيران قلنا من بعد ما جا الخميني للحكم الحسن الثاني بقديمة كيربط الإرهاب بالثورة الإيرانية وما كيتحاملوش الحسن الثاني مع الخميني تغيجي النهار اللي غيفرتك فيها الجقلة الحسن الثاني وغيكبرها تصغار 1984 هتنوض احتجاجات كبيرة في ربوع المملكة في الريف في الشمال في تطوان مراكش كازا غتبلبل ديال بصح المغاربة كاملين ناضوا نوضة وحدة كيحتجوا على غلاء المعيشة وعلى الظلم بل وكان منهم اللي كان كيطالب بإسقاط النظام هي فاش الحسن الثاني خرج في خطاب تيقول ليهم الأوباش اللي عايشين بالتهريب والسرقة فشكون اللي حرد المغاربة أنهم يديروا ديك البلبالة الخميني يا ولد عمي واي اللي أجاب إيران الهدرة اللي هي بعيدة علينا في قرطة حنة الثورة الإيرانية والأفكار الشيعية كانت اخترقات المغرب وطلب مسلمين قدموا البيع الخميني متعاطفين مع الخميني نشروا مناشير في البداية ديال العام كاتبين فيها الحسن السفاك يعني الحسن الثاني القتال الحسن السفاك فرد الحسن الثاني في خطاب الأمة هادشي راه ما كيخلعنيش هادشي نتوما راكم عارفيني علاش قاد وقال باللي الخميني كافر زنديق لأنه تيقول أن الإمام هو أقرب إلى الله من الملائكة المقربين ومن الرسل وحتى من النبي صلى الله عليه وسلم وهو معصوم من الخطأ هذه عامين لأنه تيقول أن الإمام هو أقرب إلى الله من الملائكة المقربين ومن الرسل وحتى النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفي حوار ديال لوفيغارو قال
إذا كان الخميني مسلم فأنا ماشي مسلم. الحركات الإسلامية في المغرب ذات كتأثر بالثورة الإيرانية. الباحث عبد الله ترابي تيقول أن الحركات الإسلامية منين شافت شنو طرا في إيران شافوا أن الثورة الإيرانية يمكن أن تكون نموذجا لقدرة الدين في الدفع بالشعب إلى الخروج والثورة ضد حاكم متجبر. مجلة الجماعة ديال الإمام عبد السلام ياسين رحمه الله تقريبا كانت كتشرح الحكومة الإسلامية بحال الحكومة الإيرانية من بعد الثورة، ومفهوم الدولة عنده تقريبا بحال النموذج الإيراني. بدأ الصهد كيدخل مع القصر. عبد السلام ياسين المؤسس ديال جماعة العدل والإحسان كيهدر على القوم أولى الجهاد المنظم تقريبا كيقابلوا الثورة الإسلامية في إيران. الحسن الثاني كان خاصهم يبقاش مربع إيديه كيتفرج، خاصو يتحرك لأن هاد الشي كيهدد العرش العلوي. قام بحضر جماعة العدل والإحسان ومؤسسها الإمام المرشد مشى لسبيطار الحماق، ثم الإقامة الجبرية ومنع كاع الكتب الشيعية أنها تدخل المغرب، وزاد شجع على الإسلام الصوفي. حركة البديل الحضاري الإسلامية في المغرب كانت متأثرة بالفكر الإيراني الشيعي، والخميني بدوره بدأ في دعم البوليساريو وفتح مكتب الجبهة البوليساريو في العاصمة طهران، وتصدير الثورة وبدأ كينشر المد الشيعي في منطقة شمال إفريقيا، وبقات العداوة بين الخميني والحسن الثاني والعلاقات الدبلوماسية مقطوعة حتى 1991. وغترجع 1991 غتسحب إيران اعترافها بجمهورية البوليساريو وتفتحات السفارة الإيرانية في الرباط، ورجعات العلاقات نقولوا شوية مزيانة حتى العوتاني 2009 غادي يقرر الملك محمد السادس قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران بسبب حربها على البحرين، والملك وقف مع المملكة البحرينية. 2014 عودة العلاقات، 2018 قطع العلاقات، بحيث بوريطة تهم إيران بإرسال أسلحة صواريخ والدعم العسكري والعتاد لجبهة البوليساريو، وحزب الله الشيعي بغي يصيفط درونات هجومية للبوليساريو. يعني غير تخيل الحقارة في نوصلات هاد ولاد الناس بغاو يفرتكوا لينا الشمل ويوليو البوليساريو مكسلين في تندوف وكيضربوا المواقع المغربية بالتيليكوموند، كيتحكموا في طائرات بدون طيار الإيرانية وكيقصفوا في الجنود والسيفيل ديالنا. إيران بغا تشتتنا وكتزرع الفتنة في المملكة. إيران الصفوية هي العدو الخفي للأمة الإسلامية. إيران اللي عقيدتها الشيعة الروافد أنهم تيكفروا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيطعنوا فيهم وكيعيروا أمهات المؤمنين، كيطعنوا في عرضهم رضي الله عنهن، وكيتهموا عائشة رضي الله عنها بالزنا، كيقولوا أن القرآن محرف وتم تزويره، كيقولوا أن الأئمة ديالهم معصومين من الخطأ، كيقولوا أن الأئمة ديالهم أفضل من الأنبياء والرسل، كيقولوا أن أهل السنة والجماعة كفار وأنهم يجوز قتلهم. حزب الله اللي الهدف دياله لبنان تولي جزء لا يتجزأ من إيران الكبرى، اللي تيقول أنه تدافع للمسلمين وكيجاهد وكيقاتل أمريكا وإسرائيل وأن أمريكا هي عدوة إيران. بالله عليكم، إمتى إيران حاربت اليهود؟ عمرك سمعت عليها؟ إمتى إيران حاربت أمريكا؟ إمتى حاربت إيران باش تدافع على الإسلام والمسلمين؟ إمتى الشيعة الروافد حاربوا من أجل نصر الإسلام؟ تاريخ الشيعة كله غدر وخيانة ونفاق. إيران عونات أمريكا في غزو أفغانستان، إيران عونات أمريكا في غزو العراق، والشيعة هم اللي جابوا أمريكا للعراق، الشيعة هم السبب في غزو بغداد من قبل التتار. شكون اللي كيدعم الحوثيين في اليمن؟ ماشي إيران وحزب الله الشيعي باش تنشر تشيع وتقضي على أهل السنة؟ إيران هي اللي كتقتل أهل السنة والجماعة في إيران. إيران هي اللي كتدعم الميليشيات المسلحة والمرتزقة وجبهة البوليساريو لزرع الفتنة في الشعوب الإسلامية. إيران تحارب الإسلام ماشي غير دابا. تاريخ اللي ما كيرحمش كيقول أن الشيعة الروافد تحالفوا مع المغول التتار في عصر الوزير العباسي وحرضوا زعيم المغول هولاكو على دخول بغداد، ومنين دخل قتل ملايين المسلمين في نهار واحد. واش ماشي نتوما أيها الشيعة اللي بغيتوا تقتلوا المجاهد صلاح الدين الأيوبي، حروب الصليبية، فرقة الحشاشون؟ هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. سيداتي سادتي، حلقة اليوم سلات. شكرا شكرا لكم بزاف على المتابعة. ما تنسوش تعطونا لايك، تشتركوا في القناة، تابعوني على الانستغرام. فينا هو الانستغرام، ها هو الانستغرام. الناس اللي بغاو يشريو بحال التيشيرتات راه كاين الرابط في صندوق الوصف، وكاين الانستغرام حتى هو في صندوق الوصف. كان معاكم اخوكم وحبيبكم يونس مسرار.
السلام عليكم، دوز بخير. أختم بخطابي لك شعبي العزيز أن أذكرك بصيانة الأمان الغالية التي ورثناها من أجدادنا، وهي الهوية المغربية الأصيلة التي نحسد عليها. فمن واجبك الوطني والديني الحفاظ على هويتك والتمسك بالمذهب السني المالكي الذي استضاه المغاربة.